الزراع محمد الشياع السوداني. احنا شباب من محافظة الناصرية طلعنا نطالب نريد وطن، طلعنا نطالب نريد خدمات، بنى تحتية، كهرباء، هاي طلعنا بيها. انفتح اطلاق نار، هذا الاطلاق النار هسه انتم تريد تسمونه تقول طرف ثالث، مندسين، جهات غير تابعة للدولة، فاكو استخبارات، اكو امن وطني. فاحنا نوجه رسالة الى رئيس وزراء، ليش احنا صار لنا 4 سنوات نطالب امهات الشهداء، عوائل الشهداء، صحبانهم، قرايبهم جاي يناجدونكم، اين الدولة؟ اين القانون؟ اين قتلة الشهداء؟ ترى احنا ما فاقدين طير ولا يعني ناقة ولا شباب، فوق 100 واحد. ليش يا رئيس وزراء؟ ليش الاستهانة بالدم العراقي؟ انت تحكي بالانسانية، كل ما تطلع على قناة العراقية وتحكي بالانسانية، انا تابع لي، انا رئيس وزراء وانا للكل، هاي صور الشهداء يا ابناء الناس، ليش التخاذل عن الشهداء؟ ليش ما تطالبون؟ هاي شهداء طلعت تطالب بعيشة كريمة، طلعت تطالب بخدمات، هاي شيء ذنب